الحقيقة لم يكن أحد يتصور أن ظاهرة الخسف ستنتشر وتكثر في العصر الحديث. في الماضي لم تكن هذه الظاهرة مألوفة جدا، كانت تحدث ولكن بمعدلات بسيطة جدا. اليوم لدينا في أرقى الأحياء في أمريكا، في الصين، في دول كثيرة، هناك خسف يحدث وصوره العلماء بشكل مرعب. يعني أنت تسير في شارع أو في طريق، نعم، تجد مثلا فجأة حفرة ابتلعت من عليها. انظر كيف، يعني هذه الظاهرة مرعبة فعلا. هنا نجد سيارة سقطت في حفرة بشكل مفاجئ، مع العلم أن هذه في دول متطورة والطريق معبد جيدا ولديهم كل الاحتياطات. على الرغم من ذلك تجد هذه الفجوات أو الحفر تبتلع فجأة المنازل التي فوقها. نعم، سبحان الله. طبعا هذه الظاهرة عندما حللها العلماء وجدوا أنه بسبب التكنولوجيا الحديثة وبسبب التلوث وبسبب المياه التي تتدفق نتيجة الصرف الصحي وغير ذلك، فإن هناك بعض المناطق تكون الحجارة فيها كلسية، فعندما يحدث تسرب في المياه تحت الأرض يؤدي إلى انحلال وتفتت هذه الحجارة الكلسية الهشة. نعم، فتحدث فجوات صغيرة تتوسع مع الزمن وغير مرئية. يعني مثل هذه الظاهرة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها أو أن يقول هنا سيحدث خسف في هذه البقعة فيعطي تحذيرات. لا تستطيع أن تحذر ولا تستطيع أن تتنبأ بأي شيء. هذه الظاهرة أيها الأحبة كثرت جدا خلال السنوات القليلة الماضية وهي تحدث باستمرار حاليا. صحيح، هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ربط بين اقتراب الساعة وعلامات يوم القيامة وأمارات الساعة وبين الخسف. قال عليه الصلاة والسلام متحدثا عن أشراط وعلامات واقتراب الساعة، قال: ويكثر الخسف. نعم. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. يعني إذا انتشر الفساد والزنا ووسائل اللهو، فإن هذه الظاهرة سترافقها تماما، مثل الفاحشة عندما تكثر وتظهر ويتم الإعلان بها، كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فعندما تنتشر أنواع الفساد والرذيلة في الأرض لابد أن تترافق بأمراض مثل الإيدز، بفيروسات مدمرة مثل كورونا، بظاهرة نراها أمامنا وهي الخسف. وبالتالي هذا الخسف ماذا استفيد منه أنا كإنسان عندما أرى مثل هذه المشاهد؟ لابد أنني أحذر. وهذا إنذار، يعني عندما أجد حديثا نبويا يحذرني أن من اقتراب الساعة أن يكثر الخسف. نعم. ما هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان؟ رد الفعل الطبيعي أن يحذر ويجهز نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الظواهر أيها الأحبة نراها اليوم بأعيننا. من كان يستطيع زمن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن يتنبأ بأن الزلازل ستكثر؟ سبحان الله، كما يؤكد العلماء من خلال قياساتهم وإحصائياتهم الحديثة أنه بالفعل خلال 100 سنة القليل الماضية كثرت الزلازل بشكل ملحوظ لم يكن من قبل. كثرت ظاهرة الخسف. من أنبأ النبي بأن الخسف سيكثر؟ لا يستطيع أحد أن يتنبأ في القرن السابع الميلادي. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويكثر أولاد الزنا. في عام 1900
كانت نسبة أولاد الزنا في أمريكا حسب الإحصائيات 1% وأقل. في عام اليوم 2020 هناك 40% من المواليد الجدد في أمريكا هم لأمهات غير متزوجات، يعني هم أولاد زنا. تصور 40%، من كان يتصور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكثر هذه الظاهرة؟ من كان يتخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرة الخسف هذه لها علاقة بالانهيارات الأرضية ولها علاقة بالتسونامي؟ حتى يقول تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كل هذه أولا هي معجزات لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي إنذارات لنا نحن البشر أن نعود إلى طريق الله، لأن اللقاء قريب. لقاؤك أخي المؤمن، أخي الإنسان، حتى لو كنت ملحدا، لقاؤك سيكون قريبا مع الله سبحانه وتعالى. فجهز نفسك كيف ستلاقي أو ستلقى هذا الإله العظيم الذي أكرمك ورحمك وأعطاك كل النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أعطاك كل هذه النعم، فجهز كيف ستلقى هذا الإله العظيم الذي يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته دائما، وأن يهدينا لطريق الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا حسن الخاتمة وحسن اللقاء. ليس المشكلة في الموت، كلنا سنموت، ولكن ما هي الطريقة؟ ما هو آخر عمل لنا من هذه الدنيا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إذا ضمنت أنك تموت مسلم تكون قد فزت في الدنيا والآخرة. فلذلك أحبتي في الله، يعني والله أنا أود أن أقول بمحبة وبهدوء، هذه الجنود التي نتحدث عنها، جنود الله سبحانه وتعالى، ليست هي تخويف، وليست هي نوع من العقاب أبدا، هي نوع من التحذير لتعود إلى طريق الله، لأن الله يحبك أيها الإنسان. لولا محبة الله لك لتركك في غياهب هذا الضلال. هذا دليل محبة الله لكل البشر. ولكن سبحان الله، الإنسان يظلم نفسه ويرتكب الفواحش والمعاصي، وبالنتيجة يقذف نفسه في النار. فلذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم جميعا. حتى يتبين لهم أنه الحق.